السوداني يؤكد أن رواتب موظفي الأقليم دفعت وفقا لقوائم رسمية، والمفوضية تجري قرعة الأحزاب المشاركة في انتخابات برلمان كردستان. هيئة الاستثمار تناقش تفاصيل عقد مشروعي مترو بغداد، ولأول مرة منذ عقد مجسرات في مدينة الصدر. القيادات الأمنية تكشف عن خطة عيد الفطر المبارك، ومتنزه الزوراء يفتح أبوابه بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن زيارة رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني تعد مهمة، وتأتي في سياق التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان العراق. وقال السوداني إن الحوارات التي جرت أكدت مبادئ أساسية وهي جزء من الاتفاق السياسي، مضيفا أن صرف الرواتب للموظفين من المدنيين والأمنيين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية واحدة من القضايا التي تهم المواطن في إقليم كردستان العراق، وكذلك وزارة المالية، حيث باشرت على ضوء قرار المحكمة الاتحادية بالتواصل مع وزارة المالية في الإقليم لإكمال الإجراءات التي تسبق عملية التوطين، وتم صرف الرواتب على ضوء القوائم الرسمية للموظفين من الوزارات كافة، مؤكدة حرص الحكومة العراقية على استمرار أعمال الصرف بما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية. استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين هنس بلاسخارت. اللقاء ناقش موضوع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن دستور جمهورية العراق وبموجب المادة 117 أقر إقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة إقليميا واتحاديا، مضيفا أن المحكمة الاتحادية العليا لا تنظر في القضايا من تلقاء نفسها، وإنما بناء على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعينا، مؤكدا حسم تلك الدعاوى وفقا للدستور والقانون. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البدء بإجراء قرعة اختيار أرقام التحالفات لأحزاب ومرشحي انتخابات برلمان كردستان. وقال مدير الإجراءات والتدريب بالمفوضية داود سلمان خضير، قال إن عدد المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كردستان بلغ 886 مرشحا، بينهم 57 مرشحا كفرد، أما الباقي فهم مرشحو الأحزاب. وأضاف أن عدد الأحزاب الكردية المشتركة بالانتخابات بلغت 10 أحزاب وقائمتين فقط هي للتحالفات، أي أن مجموع القوائم هو 69 قائمة تبدأ بالتسلسلات من 101 إلى 169. حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من دخول الإقليم في الفراغ الدستوري في حال تم تأجيل موعد الانتخابات. وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد إن رأي الاتحاد الوطني الكردستاني واضح تجاه الانتخابات، ودخول الإقليم في فراغ دستوري يحتم على الجميع إجراء الانتخابات كما حدد موعدها من قبل رئيس الإقليم. وأعرب صمد عن استغرابه من عدم دخول الحزب الديمقراطي فيها على الرغم من الضرورة لإجرائها في وقتها، مؤكدا الحاجة إلى إجرائها في موعدها المحدد ومخالفة أي تأجيل لها أو تحديد موعد آخر بأي عذر كان أو ذريعة. أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر بأن وزارة الداخلية وجهت
8 ضربات نوعية لتجارة السلاح في العراق. وقال إسكندر إن بيع وشراء السلاح ملف خطير وله تعقيدات تمس الأمن بشكل مباشر، خاصة وأن بعض الأسلحة متوسطة وثقيلة يمنع القانون تداولها أو اقتناءها من قبل أي مواطن. وأضاف أن الداخلية أدركت خطورة تجارة السلاح وتأثيرها في خلق صراعات ونزاعات مسلحة بكل أبعادها، بالإضافة إلى إمكانية تسرب بعضه إلى الجماعات المتطرفة، لذا بدأت خطة واسعة في تعقب هذه التجارة، ونجحت خلال أشهر من توجيه 8 ضربات نوعية أسهمت في اعتقال أشخاص وضبط أسلحة. وتستمر وزارة الداخلية بحملات وعمليات لتعقب تجار السلاح في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك للقضاء على هذا الملف الخطير وحصر السلاح بيد الدولة. حسين ياسين. عمليات تعقب موسعة لتجار السلاح باشرت بتنفيذها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مؤخرا في عدة محافظات، ضمن خطط محكمة تهدف إلى معالجة هذا الملف الخطير الذي يمثل تهديدا للسلم المجتمعي، وهو توجه صنفه كثيرون بالمهم على خلفية النتائج التي تحققت من خلال هذه العمليات بتفكيك شبكات وإلقاء القبض على مدانين بهذا النوع من المخالفات القانونية. نحتاج إلى نقطة أساسية في هذه القضية، أنه يجب أن تكون الدولة قوية وواقعية وتتعامل بها مهنية وتتعامل بعيد عن حق التحيز لطرف دون طرف آخر. وبالتالي إذا ما استطاعت الحكومة العراقية أن تكون حكومة حقيقية ومهنية، نستطيع أن نقضي على كثير من حق مظاهر التسلح، نستطيع أن نقضي على كثير من الانفلات الأمني. آراء أخرى شددت على أهمية إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة وتعاونا تشترك فيه مختلف الفعاليات المجتمعية لبسط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما وأن الفترة الماضية وما رافقها من تعقيدات سهلت من عملية تداول وبيع الأسلحة ليست الخفيفة فحسب بل المتوسطة والثقيلة، والتي استخدمت في نزاعات وصراعات مسلحة أودت بحياة العديد من الأبرياء. هذه الأسلحة هي محرمة ممنوعة، وبالنسبة للسلاح الشخصي يجب على وزارة الداخلية أن تنفذ القرارات الصادرة بهذا الموضوع المتعلقة بحصر الأسلحة بالإجازات، وإن أمكن بجمع الأسلحة من أكبر قدر ممكن من البيوتات العراقية لمنع يعني استمرار المجتمع العراقي بحالة العسكرة. بالتوازي مع هذه المعطيات، أعلنت وزارة الداخلية استمرار العمل لإطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة عبر بوابة أور الألكترونية لشراء الأسلحة من المواطنين، وتخصيص قرابة 700 مركز للتسليم يرافق ذلك، وضع ضوابط جديدة لمنح رخص الحيازة والحمل للأسلحة الخفيفة حصرا. حسين ياسين، الفرات، بغداد. ناقشت الهيئة الوطنية للاستثمار تفاصيل العقد الاستشاري لمشروعي مترو بغداد وقطار النجف كربلاء السريع. وذكر بيان للهيئة أن رئيسها حيدر محمد مكية ناقش تفاصيل العقد الاستشاري لمشروعي مترو بغداد وقطار نجف كربلاء السريع المقدم من قبل الشركة الماليزية خلال ترأسه اجتماعا مع الجهات القطاعية المعنية، وبحث دور الشركة في ضمان تنفيذ المشروعين بكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وآلية تشكيل اللجان الخاصة باستلام وفتح العطاءات المقدمة من قبل الشركات الاستثمارية الراغبة في تنفيذ المشروعين الاستراتيجيين. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان مراحل العمل بمشروع مجسر طريق قناة الجيش. وذكرت دائرة الطرق والجسور أن العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية مستمرة بالعاصمة ولجانبي الكرخ والرصافة وعلى مدار اليوم، مشيرة إلى استمرار العمل ليلا ونهارا بمشروع مجسر طريق قناة الجيش بجانب الرصافة، حيث يشمل المشروع تصميم وتنفيذ مجسرات على طريق قناة الجيش لممري الذهاب والإياب. وأوضحت
أنه تم إكمال صب 62 ركيزة وصب الطريق البديل بالكونكريت وتخطيطه، ويتكون المشروع من 3 مجسرات، 2 رئيسية فوق سريع القناة ومجسر تحتاني فوق القناة مع المقتربات يربط منطقتي المهندسين والداخل. وتابعت أنه تم تشغيل منظومة الإنارة للجسور الرئيسية وإكمال منظومات تصريف مياه الأمطار مع المماشي الجانبية لمساري الذهاب والإياب. أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية علي الحميداوي أن مدينة الصدر تشهد بناء جسور لأول مرة منذ أكثر من عقد. وقال الحميداوي خلال استضافته في قناة العراقية الإخبارية إن هناك إرادة حقيقية لتفعيل المشاريع المتوقفة، لا سيما مشاريع فك الاختناقات المرورية. إرادة حقيقية لتفعيل هذه المشاريع، يعني ساعدنا مثلا مجسرين صار في مدينة الصدر، مدينة الصدر ما بها مجسرات. احنا ما سامعين اكو مجسرات في مدينة الصدر، والمفروض هالمجسرات قبل سنين تصير. مجسر هسه راح يصير في 83 ساحة 83، ومجسر راح يصير في 85. العمل عليه الان هذا بدت راح يصير بالعمل. زين. فاقول احنا القضية مو قضية مجسر ومجسرين. 60 حزمة من فك الاختناقات المرورية. بدت اول حزمة اللي هي 16 مشروع، وعندنا حزم أخرى تقدر انت ما تقدر تفتح ال 60 مشروع في آن واحد وبالتالي تسبب لك مشكلة مرورية في بغداد. وجه محافظ النجف الأشراف يوسف مكي قناوي بفتح شارع الجنسية بشكل كامل وسط المحافظة، وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ أن قناوي وجه بفتح الشارع أمام حركة العجلات ورفع الصبات الكونكريتية من أمام دار الضيافة. ويأتي هذا التوجيه بعد غلق جزئي من الشارع لأكثر من 20 عاما. وبين قناوي أن هذا الشارع يعتبر من الشوارع الرئيسية المهمة، ورفع صبات الكونكريتية ستخفف من الزخم المروري فضلا عن كونه يقع ضمن عدد من الدوائر الخدمية التي تمس المواطن. وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات عقدا استراتيجيا لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا عبر العراق مرورا بتركيا بأسلوب العبور المؤقت للترانزيت مع شركة الزاج الكويتية. وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان أن توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة وتعظيم الإيرادات المالية تنفيذا للبرنامج الحكومي وقانون الموازنة الاتحادية العامة. وبيّنت أن هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت لإمرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا إلى قارة أوروبا، وذلك من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية مرورا بتركيا. كشفت قيادة عمليات بغداد وضع خطة متكاملة لعيد الفطر المبارك وحماية الأماكن، بل حماية الأماكن التي يرتادها العراقيون في أيام العيد. وقال قائد العمليات الفريق الركن وليد خليفة التميمي إن القيادة وضعت خطة متكاملة لتأمين جميع المرافق في العاصمة بغداد خلال العيد السعيد، مبينا أن الخطة تتضمن تأمين المرافق الترفيهية والمطاعم والأسواق، في حين كشفت مديرية المرور العامة عن استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك، حيث قال الناطق باسم المرور العميد زياد القيسي في تصريح صحفي قال إن استعدادات المديرية تتضمن تعزيز المفارز والسيطرات المرورية بعناصر آخرين، فضلا عن تكثيف تواجد الدوريات والدراجات بمداخل العاصمة بغداد وعند المطاعم والأماكن الترفيهية والأسواق والمحال التجارية، منوها إلى أن الخطة المرورية لم تتضمن أي قطوعات في الطرق والشوارع كذلك. هذا وكشفت خلية الأعلام الأمني تفاصيل خطة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنها لا تتضمن أي قطوعات.
وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي إن خطة العيد ستتضمن تكثيف الجهد الاستخباراتي والأمني قبل العيد وكذلك أثناء العيد، فضلا عن أن الخطة اعتمدت تنسيق قيادات الشرطة في المحافظات مع قيادات العمليات للتأمين، مؤكدا أن الخطة لا تتضمن أي قطوعات أو تقييد للحركة والنقل، وتعتمد على تأمين دور العبادة والمناطق السياحية والتجارية والترفيهية. أعلنت أمانة بغداد فتح أبواب الدخول إلى متنزه الزوراء مجانا وتهيئة 175 حديقة ومتنزها في عموم العاصمة لاستقبال المواطنين والعوائل خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأكدت الأمانة أنها مستمرة في تطبيق استراتيجية العاصمة الخضراء الهادفة إلى خلق بيئة نظيفة والحد من التغييرات المناخية ومكافحة التصحر، وذلك من خلال زيادة المساحات الخضراء، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية افتتاح العديد من المتنزهات والحدائق في عموم العاصمة، أبرزها كورنيش القادسية على مساحة أكثر من 10 دوانم، فضلا عن افتتاح متنزهات وحدائق جديدة في مناطق الغزالية والسيدية والغدير ومدينة الصدر والشعب وحي الجهاد ومناطق أخرى لتكون متنفسا ومحطات ترفيهية لأهالي العاصمة بغداد. وضمن حملاته ولقاءاته للتواصل مع أبناء المحافظة في شهر رمضان المبارك، التقى محافظ النجف الأشرف يوسف مكي جناوي عددا من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للاطلاع على أوضاعهم المعيشية وتقديم الدعم لهم وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم. السجاد الخاقاني. ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية المباركة، استقبل محافظ النجف الأشرف المهندس يوسف مكي جناوي مجموعة من ذوي الهمم للإطلاع على أهم ما تحتاجه هذه الشريحة الخاصة من اهتمام ورعاية. في ظل شهر رمضان المبارك وأيام الكريمة وليالي المباركة، كان عندنا لقاء مع ذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، اطلعنا على مشاكلهم، ومثل ما تعرفون أكو قانون خاص بهم، وهذا القانون إن شاء الله نسعى في محافظة النجف أن تكون سباقة في تنفيذه، من خلال مراجعاتهم إلى المستشفيات، من خلال مراجعاتهم إلى السيطرات، من خلال مراجعاتهم إلى الدوائر الحكومية، أيضا نقدم لهم بعض المساعدات من قبل الحكومة المحلية داخل محافظة النجف الأشرف باعتبار حالاتهم الإنسانية وضعهم الصحي ما يسمح أن يعملون كمواطنين بالطريقة الاعتيادية وبالزحمة الاعتيادية. الحاضرون ثمنوا الدعوة وعدوها بادرة خير للتواصل معهم والوقوف على أهم المعوقات والعمل على تذييل العقبات وإبداء المساعدة والتعاون لهم. هاي المبادرة يعني حقيقة فريدة من نوعها، اللي دعا ذوي الهمم اللي حوالي 5 دورات 6 دورات ولا محافظة دار لهم بال ولا عار لهم همي، ولكن احنا نطلب من دعوته ومن استقباله ومن ضيافته في هذا الشهر الكريم بانه ان يرعاها رعايه خاصه وعامه. اليوم احنا حقيقه اليوم عندنا عيد، احنا اليوم عندنا عيد قبل عيد الفطر، لان اليوم لما انسان يكون مسؤول عن شريحه بالمجتمع او يجي هو يودي على الفقير ويودي على اليتيم ويودي على المعوق ويسمع مشاكله ويقعد ويانا، اليوم حتى رفض يقعد بالمكان اللي هو مقرر له قاعد بنصنا كانما اخونا كانما ابننا كانما صديق. إنسان كسر كل الحواجز، أول شخصية نجفية قامت يعني سوت اللي ما صار. ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شريحة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم لما يعانوه من حالتهم الخاصة، والتي يأملون من خلال هذا اللقاء أن يتم النظر بجدية لوضعهم الإنساني. يعني هو احنا قدمنا على قطع أراضي ما طلعت، يعني زيادة الرواتب، يعني إيه يعني رواتب قليلة، يعني قطع قدمنا ولسه ما طلعت، يعني إذا يقدرون يعني وفروا لنا قطع الأراضي زيادة الرواتب. اليوم أني طالب خارجي، تخيل يعني راتبي ما يزيد المصاريف اللي أحتاجها، تخيل أنا من بداية رمضان إلى هذا اليوم هو طرقت أبواب على
الدورة مال انجليزي ب 300,000، ما قدرت احصل هذا المبلغ. ونريد مدارس للمعوقين، ونحن يعني هواي شبعنا تنمر، هواي تنمروا علي، وحتى اكون منهم كسروا عربانتي. حتى شوف قدامك ها مكسوره منا. وشكرا للسيد المحافظ، وهذا اول محافظ يستضاف المعوقين. الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم ومراعاة وضعهم الإنساني الخاص من أولويات البرنامج الحكومي لإدارة المحافظة. لقناة الفرات الفضائية السجاد الخاقاني، النجف الأشرف. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.